كما شاهدنا جميعا ما حظي به خادم الحرمين الشريفين من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من استقبال حافل يليق بخادم الحرمين الشريفين، وهو بلا شك يستحق هذا التكريم من أعلى بتكريمه بأعلى وسام رئاسي بجمهورية تركيا، قلده به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. لا شك أن هذا الوسام يعد من أرفع الأوسمة في الرئاسة التركية، ويعطى لمن قدم للعالم أجمع دعما للقضايا الإنسانية وللقضايا التي تهم المصالح أجمع على جميع الأصعدة. نعم. أخي أحمد. نعم. وليد. أيضا زميلي أحمد. نعم. لو نلاحظ أن تفضل وليد. نلاحظ أن هذا الوسام لم يعطي جزافا لخادم الحرمين الشريفين، لكن أعطي هذا الوسام لأن خادم الحرمين الشريفين استطاع بحنكته السياسية أن يجمع كلمة العرب بإنشائه للتحالف العربي، وكذلك توحيد صف الإسلام والمسلمين من خلال إنشاء التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب والتطرف. وهذا الملف الذي تتشارك تركيا مع المملكة العربية السعودية في مجابهته ومحاربته من خلال التعاون ومن خلال تواجدها في التحالف الإسلامي لمحاربة هذه الآفة. أيضا هذا الوسام أعطي لما يتمتع به الخادم الحرمين الشريفين من شخصية مرموقة وما يحظى به من احترام وتقدير من قبل كل رؤساء العالم لما يمثله من دعم لقضايا الإنسان، وما يمثله لدعم القضايا الشرعية والحفاظ على المقدسات واحترام الآخرين. هذا الوسام يستحقه بلا شك خادم الحرمين الشريفين، ورأينا من خلال شاشة الإخبارية ونقلنا المباشر ما تم رصده مباشرة من خلال استقبال مهيب يليق بخادم الحرمين الشريفين. دعني فقط أنوه. نعم. على ما قاله ويؤكده دائما خادم الحرمين الشريفين بأن على كل بعد كل وسام يحصل عليه أن هذا الوسام هو لا يمثلني شخصيا، وإنما يمثل المملكة العربية السعودية وشعبها الوفي الكريم، وهذا يجسد مدى التلاحم وما بين القيادة وما بين الشعب ومحبة خادم الحرمين الشريفين إلى شعبه لشعبه الكريم، وإعادة هذه الأوسم وهذه النجاحات المتلاحقة له شخصيا حفظه الله، ويشاركها بلا شك مع شعبه الوفي. دعني أنوه أيضا زميلي أحمد على جانب آخر من هذه الزيارة الكريمة، هناك اجتماعات متلاحقة ومتواصلة مستمرة ما بين عدد من كبار الوزراء في الجانب السعودي مع كبار الوزراء من الجانب التركية لبحث كثير من القضايا المتعلقة في جوانب التنمية والاستفادة من الخبرات والتعامل ووضع آلية للتعامل المشترك لخدمة الجانبين، للاستفادة أيضا من الخبرات التركية في جميع مناحي التنمية الاجتماعية أو التعليمية أو الاقتصادية وكذلك الإعلامية والثقافية. إليك. نعم. أحمد، شكرا لك مفد الإخبارية من أنقرة وليد أرشيد.